السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي طبعا يا جماعة دايرين نحدث ملف الماجيك مانجر، نزل طبعا التحديث الجديد اللي هو التحديث المستقر، كويس، اللي هو 21.2، ده التحديث الجديد، كويس، نزل لي تمام. طبعا عنده ميزات كثيرة جدا، كويس، لكن طبعا أول حاجة أنا بقوم بحدث التطبيق اللي هو ده عشان يظهر لي ملف التفعيل، لانه هنا هو ما ظاهر لي بعد ما نزل التطبيق حتى يظهر لي شنو ملف التفعيل، كويس. قال لي ابرز هذه المميزات، كويس، الموجوده في اللي هو التحديث الجديد، انه هو حل بعض المشاكل، كويس، اللي هي من تعليق الجهاز، كويس، اللي هي وقت تنزل ادوات جديده بعض مرات طبعا حل لي المشاكل دي كلها، انك تدخل الوضع الامن بتاع الجهاز وبعد كده تعمل اعاده تشغيل بيعطل شنو، بيعطل الادوات. وطبعا يا جماعه الاصدار نزل ده بيدعم لي اندرويد 11، ده طبعا اصدار مستقل، طبعا كان في اصدار بيتا واصدار مخصص ده فوق بعض المشاكل في بعض التطبيقات ما بديها شنو صلاحيات الروت، كويس. طبعا اول حاجه انا طبعا ممكن انزل التطبيق عادي، كويس، بحدثه، كويس، بخليه ينزل عندي ويتحدث. لاحظ الخط التحت ده بيقوم مكتمل للنهاية، كويس، وبعد كده بثبت التطبيق عادي. انا بعد ما اثبت التطبيق بيظهر لي شنو ملف التفعيل الفوق عشان شنو اقدر افعله مباشرة. طبعا يا جماعة الاصدار الجديد ده اللي هو 21.4 بيدعم لي من اندرويد 4 لحد اندرويد 11. طبعا يا جماعة انت لو عندك اندرويد 11 لازم تنزل من 20، من 21 وانت طالع، لكن 20 ما ينفع معك، يعني انت من 20 هي سوري من 21.1 و20.2 بتفعل معاك في اندرويد 11. نقوم نثبت التطبيق، كويس، بعد ما نقوم نحن بنثبت التطبيق، كويس، هسي بيقفل ويفتح معي، كويس. بعد ما كده، بعد كده في حاجة احنا جماعة بيسموها اخفاء المجلس مانجر، لازم تعمل له اظهار في ملف التفعيل ده، انت لو ما لازم عشان ما تحصل لك مشاكل، لازم تعمل له شنو اظهار وتحول القناة اذا كان عندك بيتا او جافا الى مستقرة، تمام، لازم احنا شنو نحول الكلام ده، تمام، اتفعل معي، كويس. التطبيق هسه هيقوم يفتح معي، كويس، تمشي للضبط طوالي، شايف هنا ظهر لي ملف التفعيل، كويس، انا لسه ما هفعله. اول حاجه مش بالضبط، بمشي هنا اللي هو مصدر التحديثات، عندك مستقر تجريبي مخصص، انت لازم يكون شنو مستقر، تمام. وتاني حاجه تنزل هنا في اخفاء الماجكس مانجر ده الماجكس، تمام، لازم تعمل له اظهار لو كان عندك مخفي عشان ما تحصل لك مشاكل، كويس كده، تمام. بعد كده بنزل لشنو تحديث ملف التفعيل، كويس، تمام، لازم تعمل شنو تثبيت مباشر. تثبيت مباشر معناه شنو؟ يعني هو طوال التطبيق بينزل ويثبت لك طوالي، ما عنده اي مشكلة، تمام، من الجهاز طوالي بيثبت من غير تدخلك يا جماعة. بعد ما ينزل لك الملف ده حاول شيله، طلعه برا، ليه؟ اذا حصلت لك اي مشكلة ونزلت سوفت وير جديد تقدر تشيل الملف ده وعن طريق الكمبيوتر تفعل به طوال المجلس منير، المجلس اللي هو الرود ده تفعله طوالي، كويس، او من لو انت عندك ريكفري معدل تقدر شنو عن طريق الملف ده تعمل له تثبيت طوالي، يعني الملف ده حاول شنو انت يحتفظ به، كويس، بيتحمل، بعد ما يتحمل، كويس، بيثبت عندك طوالي مباشرة. بعد كده تعمل اعادة تشغيل للجهاز، كويس، بعد ما تعمل اعادة تشغيل للجهاز، كويس، بعد كده بيكون ما عندك مشكلة، تقدر شنو ثبتت الاصدار الجديد بتاع المجلس مانجر. جاري التحميل كده تم، شايف بيثبت معي تلقائيا، كويس، جاري التثبيت. بعد ما ينتهي بيديك شنو إعادة التشغيل، بعد ما تعمل إعادة التشغيل ده طوالي معناه هنا شنو التطبيق يثبت معاك مباشرة من غير أي شنو مشاكل، وتشتغل به عادي الإصدار الجديد اللي هو الإصدار المستقر عندنا. وكده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.